ازيكم عاملين اخوات وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه جايلكم بفيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. هقول لكم كام نصيحه كده لو انت لسه مبتدئه في المطبخ وعايزه تعرفي حاجات تفيدك. ان شاء الله النصائح ديت هتفيدك جدا. تمام، اول حاجه يا جماعه، بس قبل ما ابدا طبعا، الاول مره اشوف قناتنا انزل اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله ان شاء الله. وبعدين يا جماعه لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لنا لايك. تمام، بصوا يا جماعه، اول حاجه عايزه تخزني رز طبعا ويقعد معاك من السنه للسنه، وكمان ما يسوس ولا يدود ولا اي حاجه، بيبقى صراحه بيحوي حشرات كده لما يكون يقعد معاكي فتره طويله وانتي سايباه كده او ركناه في الصيف بالذات، بتلاقيه عمل حشرات او رب حشرات فيه. تمام، هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي يعني سيبك من الملح بقى خالص، هاتي ورق غار اللي هو ورق اللورة، هتحطي فيه كام ورقة كده من اللي هم يكونوا كبار كده ماسكين نفسهم، 5 6 ورقات في قلب الرز، وان شاء الله هيقعد معاكي فترة طويلة جدا مش تقلقي منه خالص. تمام، لان في ناس كتير والله بتشتكي من الموضوع ده ومش لاقيين حل. ان شاء الله تحطي الورق اللورة هيقعد معاكي من السنة للسنة، مش هيجرى له اي مشاكل. تمام، تاني حاجة يا جماعة اقول لك على تاني بقى نصيحة ان شاء الله هتفيدك جدا. لما تكوني في المطبخ وايدك مثلا اتحرقت او اي مكان كده يعني ايه اتلسعتي اتعملتي، ممكن تحطي عليه ورق صبار، ورقة صبار، عارفين طبعا الصبار كلكم، ما تحطيش معجون لان المعجون مضر جدا، لان في ناس بتتهور كده وتروح جايبه المعجون وحاطه على مكان الحرق. لا، وضع المكان الحرق لازم تحطي عليه حتة صبار، وخلي عامه يعني شجرة صبار صغيرة كده في المطبخ عندك تحتاجيها وقت اللزوم. تمام، ثالث حاجة يا جماعة، لما تعملي اي معجنات، اي معجنات يعني اي حاجة قرص مثلا باتيه اي حاجة من الحاجات ديت، هتستخدمي نص معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر يا جماعة بيخلي العجينة او بيخلي القرص طالعة معاكي هشة وجميلة، يعني اي معجنات هتضيف عليها نص معلقة بيكنج باودر بتطلع معاكي مظبوطة جدا، وكمان هشة كده ومش مكتومة، لان في ناس بتيجي تعمل مثلا الحاجه او القرص او اي حاجه من الحاجات المعجنات تطلع مكتومه كده من جوه وكمان مش هشه وما بتعرفيش تاكليها بصراحه. فانت لو حطيتي نص معلقه بيكنج باودر بتظبط معاكي جدا. تمام، تالت رابع معلومه بقى ان شاء الله، اي بصل يا جماعه، اي بصل بتقليه على النار او في الزيت يعني، عايزاه يبقى لونه كل واحد طبعا ما ياخدش مثلا من الحروف كده يبقى احمر، ومن لسه من النص مش لسه ابيض او كده، عايزاه يبقى لونه موحد واصفر كده او ذهبي، اللون الذهبي الجميل اللي احنا عارفينه دوت. هتحط نص معلقه ملح ابيض عليه، بيطلع كمان مقرمش وجميل جدا، محدش يحط النشا ولا دقيق، يحط نص معلقه ملح ابيض. وكمان للكشري، في ناس طبعا بتبقى عايزه تطلع كده البصل كده مقرمش وجميل زي بتاع المطاعم او بتاع المحلات، بتحط نص معلقه ملح ابيض، بيظبط جدا جدا، وكمان بيبقى لونه كل واحد وبيقرمش كده معاك وبيبقى جميل جدا. تمام، يا ريت يا جماعه اكون قدرت افيدكم باي معلومه، وان شاء الله اللي عايز فيديوهات اكتر ينزل يشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.